اهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. الحقيقه انا دايما لما باجي اتكلم عن اي مدير فني لازم يبقى عندي معلومات او حاجات في ايدي عشان اقدر اتكلم بيها. خلال الثلاث مباريات الاخيره بالنسبه لرينيه فايلر المدير الفني للنادي الاهلي، حتى الان زي ما قلت لحضراتكم في ملعب الاهلي خلال الفتره السابقه البشاير جيده ان هو مدير فني. استطاعت لجنه التخطيط في النادي الاهلي ان هي تجيب مدير فني طموحه يتناسب مع اسم النادي الاهلي، هذا الاسم الكبير جدا جدا في العالم كله. فرينيه فايلر حتى الان ليه بيعمل تغييرات كتيره؟ برضو مش معلومه، ولكن انا بتكلم مع حضراتكم. التغييرات الكتيره اللي بيعملها دايما كان العظيم او الاسطوره مانويل جوزيه كان يقول لنا ايه؟ دايما حاولوا تخلقوا لنفسكم دوافع. لو انا ما عرفتش اخلق لكم الدوافع دي، انت كلاعب اخلق لنفسك دوافع علشان تقدر توصل لاقصى حاجه تقدر تعملها. فخلق الدوافع ده شيء مهم جدا 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 بالنسبه لاي مدير فني. ازاي اقدر اخلق دوافع لمجموعه اللاعبين اللي متواجدين معايا؟ دوافع دايما. من اهم هذه الدوافع ان انا العب. ان انا عايز العب، انا واحد من اللاعبين، عندنا 30 لاعب، ال 30 لاعب لو اخترت 11 ولعبتهم هيبقوا كويسين. ولكن انا دايما كلاعب ببقى عايز العب اي مباراه، عايز ابقى ابدا هذه المباراه وانهي هذه المباراه، كل لعيبه الكوره كده بالمناسبه، كل لعيبه الكوره اللي دايما عندها احساس وبتلعب في الانديه الكبيره بتلاقوها دايما كده. فان انا عايز العب دي هو ده الدافع بالنسبه لك، ان انت لما تلاقي مباراة أحمد فتحي ومباراة محمد هاني، ده بيتألق في مكانه وده بيتألق في مكانه، الناحية التانية بتلاقي معلول وشوية هتلاقي وحيد ممكن في المباراة، محمود وحيد في المباراة القادمة، تلاقي عمرو السولية وحمدي فتحي، تلاقي أليو ديانجو وحسام عاشور، تلاقي في الدفاع محمود متولي إن شاء الله لما يرجع من الإصابة، وسعد سمير بعد عودته من الإصابة مع رامي ربيعة مع أيمن أشرف مع بقية المدافعين اللي موجودين، الناحية اللي قدام حدث ولا حرج، وليد سليمان، رمضان صبحي، حسين الشحات، بقيه اللاعبين اللي متواجدين، جونيور اجاييه، مروان محسن لما يرجع بالسلامه، وليد ازارو هيكون متواجد ان شاء الله اعتقد لما بعد المباراه اللي جايه او قبلها، شارك النهارده في التدريبات. وبالتالي هي دي الدوافع، الدافع الكبير دايما لكل لاعب يا جماعه، او اهم دافع بالنسبه لاي لاعب هو ان هو يلعب، عايز العب اساسي، عايز ابدا المباراه. وبالتالي الغيره الايجابيه، الايجابيه هي دي اللي دايما كباتننا الكبار لما بيبقوا قاعدين معانا يقول لك تلاقي ايه، لازم محتاج حد دايما يدبدب وراك. هي دي اسمها الغيره الايجابيه، ان انا اكس من اللاعبين شايف ان هو بيلعب فعايز يفضل ماسك في الفرصه ويلعب على طول، فبيقدم احسن مستوى ليه، بيبقى خايف على الكره يلعبها بطريقه غلط، بيبقى بيعمل اكتر مجهود بالنسبه له عشان يفضل دايما متمسك بمكانه. اللي ما بيلعبش عايز يلعب، فبيأدي التمرين اقصى مجهود ليه في التمرين علشان عايز يبدا يلعب بقى خلال الفتره اللي جايه. هي دي كره القدم، هو ده الطموح في كره القدم، هو ده النجاح لاي مدير فني، خلق الدوافع. خلق الدوافع ده شيء مهم جدا جدا جدا. في فتره من الفترات النادي الاهلي، هي فترات حصلت وانا كنت متواجد فيها وليا الشرف طبعا، عشان كده انا بحكي تجربه، مش قصدي اقول انا، ولكن انا بحكي تجربه يعني، ان في فتره خدنا الدوري قبل الدوري بست اسابيع. طب ايه الدافع بالنسبه لك ان انت خلاص خدت الدوري؟ ما هو هتعمل ايه، خدت الدوري قبل الدوري ما يخلص بخمس ست اسابيع، انت كلاعب ايه الدافع اللي تحطه قدامك علشان تكمل الست ماتشات او الخمس ماتشات؟ المدير الفني كان مانويل جوزيه. طبعا مانويل جوزيه كان دايما يقول لك ايه، طيب انا عندي الست ماتشات دول هم اهم ست ماتشات، الست ماتشات دول انا عايز اكسبهم عشان لعبت الدوري كله وكسبت الست ماتشات وكسبت الدوري كله، ما اتغلبتش او اتعادلت ولا مباراه. خلق لك دافع، خلاك ايه، بدل ما انت جاي التمرين مكسل وتعبان بقى خلاص، ما انت الدوري وانتهى خلاص، عايز ايه، كاس كان انتهى كنا واخدينه، فبالتالي بطوله افريقيه ما كانتش لسه بدات، فانت محتاج ان انت تريح. فهو خلق لك دافع، خلاك الست اسابيع دول تموت نفسك، وفي الاخر اداك الاجازه. انا افتكر مباراه كانت الزمالك او حاجه كده، اخر مباراه
13 لاعب من اللي كانوا بيلعبوا دايما بصفه اساسيه او بيلعبوا اكتر من اللاعبين التانيين، 13 لاعب مش 11، 13 لاعب. 13 لاعب اداهم اجازه، وهو مستر مانويل خد اجازه، كان الكابتن حسام البدري في ذلك الوقت هو المدرب العام، مسك الفريق ولعب هذه المباراه. فدايما كان بيخلق لينا دوافع. فبالنسبه لي اللي انا شايفه في الثلاث مباريات السابقه واللي سمعته من ناس كتيره جدا، ان خلق الدوافع ده شيء مهم جدا، ان انت تقعد تجيب ده من هنا وتلعبه هنا وده في مكانه، وعارف ان في واحد تاني قاعد بره لو عمل كده ولا كده هيلاقي نفسه بيلعب التاني. هي دي كره القدم، وهو ده اللي دايما بنبقى نتمناه الحقيقه في اي فريق كره قدم. اي فريق في العالم يتمنى كده، يبقى اتمنى ان هو عنده 30 لعيب وعنده مدير فني عنده فكره التدوير. تدوير في بعض الاوقات طبعا مش على طول، ولكن التدوير ده بيبقى في اوقات معينه. يعني انت المباراه اللي جايه هنسال النهارده نجومنا الكبار، هل المباراه القادمه محتاجه ان احنا نلعب بالفريق الاساسي، ولا محتاجه ان احنا نلعب ببعض اللاعبين اللي لسه راجعين بالاصابه، محتاجه ايه؟ كل واحد هيقول وجهه نظره طبعا من نجومنا الكبار. النهارده هيكون معايا النجم الكبير الكابتن ابراهيم عبد الصمد، النجم الكبير الكابتن شريف عبد المنعم، النجم الكبير الكابتن ماهر همام. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنرجع نكمل مع حضراتكم ونستقبل ضيوفنا الكبار كابتن إبراهيم، كابتن شريف، كابتن ماهر همام بعد هذا الفاصل.